السلام عليكم. درسنا اليوم هو درس تناسبية واحد، معامل التناسب. هذا الدرس سبق التطرق إليه في السنة الرابعة والخامسة، يعني هذه الحصة هي عبارة عن تذكير وتثبيت للمكتسبات السابقة. سنبدأ الآن بالنشاط الأول، والوضعية تقول: إذا كان ثمن دولار الواحد هو 8 دراهم، فما هو ثمن 5, 10, 50, و100 دولار؟ من خلال نص المسألة نفهم أننا أمام وضعية تناسبية. لماذا؟ لأن عدد الدولارات سيتضاعف كلما ضاعفنا عدد الدراهم بشكل تناسبي. إذا كان 1 دولار يعادل 8 دراهم، فإن 5 دولارات تعادل 40 درهما، 10 دولار يعادل 80، 50 دولار يعادل 400 درهم، و100 دولار تعادل 800 درهم. سنضع الآن هذه الإجابات في الجدول التالي وسنحدد معامل التناسب. كيف أحصل على معامل التناسب؟ لأحصل على معامل التناسب أقوم بقسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول. إذن وسنجد أن معامل التناسب هو 8. إذن نقول أن هذا الجدول هو جدول أعداد متناسبة ومعامل التناسب هو 8، وبالتالي فإن هذه الوضعية تمثل وضعية تناسبية. إذا كنا ننتقل من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني بالطرف 8، فإننا ننتقل من أعداد السطر الثاني إلى الأول بالقسمة على 8. وكخلاصة نقول أن أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني، إذا هذا الجدول يحقق وضعية تناسبية. ننتقل الآن لإعطاء مثال لوضعية غير متناسبة لنفهم أكثر. مثلا عندما كان سنك 6 سنوات كان طولك هو 1.23 متر. إذا ضاعفنا سنك الآن وأصبح سنك 12 سنة، هل سيتضاعف طولك ليصبح 2.46 متر؟ بطبيعة الحال لا. إذن هذه ليست بوضعية تناسبية، لأن الطول لا يتضاعف بتضاعف السن. الآن ننتقل إلى النشاط الثاني. إذن النشاط الثاني يقول: لاحظ المبيان التالي، ثم أتمم الجدول. هذا المبيان يمثل قيمة الدرهم مقابل الدولار. من خلال الجدول يتبين أن قيمة 1 دولار هي 9 دراهم، سنضعها في الجدول. قيمة دولارين هي 18 درهم، أو أورو عفوا. قيمة 3 أورو هي 27 درهم. قيمة 5 أورو هي 45 درهم. الخانة الأخيرة خانة 100 دولار هي غير مدرجة بالمبيان، إذن سنؤجلها لحين معرفة معامل التناسب. إذن معامل التناسب في هذا الجدول هو ماذا؟ هو 9، لأننا إذا قسمنا أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول فسنحصل على العدد 9. إذن 100 دولار طبيعة الحال تعادل 900 درهم. إذن هذا الجدول هو جدول أعداد متناسبة، وبالتالي فإن هذا المبيان يمثل رسم مبياني لوضعية تناسبية. الآن سنعود للمبيان وسنلاحظ نقطه. ماذا سنلاحظ؟ سنلاحظ أنها كلها مستقيمية أو مستقيمة مع أصل المعلم O 0 0، وبالتالي ماذا سنستنتج؟ سنستنتج أن الرسم المبياني الذي هو عبارة عن خط مستقيم يمر بالنقطة O 0 0 هو تمثيل لوضعية تناسبية. والآن ننتقل للنشاط الأخير، والذي هو عبارة عن تمرين واحد بالصفحة 108 من كتاب التلميذ. إذن يمثل الجدول 8 مبيعات كمية من الكمون حسب كتلتها. أتمم الجدول التالي. حدد معامل التناسب في هذا الجدول. إذن لكي نتمم الجدول يجب أن نحدد معامل التناسب في هذا الجدول. إذن سنقوم بقسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول، فسنجد معامل التناسب.
إذن 8.50 قسمة 100 تساوي 0.085، وهذا هو معامل التناسب. إذا الآن سنقوم بضرب 50 في معامل التناسب، سنحصل على 4.25، إذن هذا هو ثمن 50 غرام. سنقوم بضرب 150 في معامل التناسب، فنجد 12.75، هذا هو 850 غرام من الكمون. الآن سنضع الإجابات في الجدول. السؤال الموالي: مثل على ورق ملمتري معطيات الجدول بمعلمتك للنقاط التالية. إذا النقطة A B C و D. النقطة A تمثل 100 غرام 8.50 درهم، B 200 غرام 17 درهم، نقطة C 50 غرام 4.25، نقطة D 150 12.75. الآن صل بخط النقاط التي رسمتها. سنصل الآن هذه النقاط بخط مستقيم. هل جميع هذه النقاط تقع على نفس الخط المستقيم المار بالنقطة O 0.0؟ نعم، بطبيعة الحال فهي مستقيمة مع أصل المعلم O. جيد. الآن استخرج من الرسم المبياني 8.75 غراما من الكمون، ثم تحقق مما توصلت إليه باستخدام معامل التناسب. الآن سنقوم بالانطلاق من النقطة التي تمثل 75 غرام حتى تتقاطع مع المستقيم الذي رسمناه، ثم سننتقل أفقيا إلى غاية المستقيم الذي يمثل الثمن. هنا نلاحظ أن تحديد الثمن بالضبط سيكون صعبا شيئا ما، إذا سنحدده باستعمال معامل التناسب. سنقوم بضرب 75 غرام في معامل التناسب، فنحصل على ثمنها اللي هو 6.37 درهم. الآن سننتقل إلى خلاصة الدرس. إذا خلاصة: يمكننا تعرف وضعية تناسبية من خلال 3 أشياء. أولا، نص المسألة، الثمن مثلا يكون متناسب مع الكتلة. ثانيا، معامل التناسب أو خاصية التناسب. بالنسبة لخاصية التناسب سأضعها في فيديو خاص إن شاء الله، ستجدون رابطه أسفل هذا الفيديو. ثم سننتقل إلى رقم 3، الرسم المبياني لوضعية تناسبية الذي هو عبارة عن خط مستقيم يمر بالنقطة O 0.0. إذا هنا تكون قد انتهت الحصة الأولى من درس تناسبية 1. بالنسبة للحصتين 2 و 3 فهما عبارة عن أنشطة تكون مدرجة بكتاب التلميذ، سأضعها أيضا في فيديو مستقل إن شاء الله.